بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد اله وصحبه. الاخوان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كي درتوا مع الولاعه؟ كي دايرين الاهل ديالكم؟ كل شيء بخير. نسال الله التوفيق لنا ولكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. نقدم لكم اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا الفيديو ديال تحجيل اول الفراح. كنت وريتكم الانتاج ولله الحمد، بدات يعني في طريق حسن. نسال الله التوفيق. واليوم نقدم لكم اول تحجيل ديال الطيور ديال الكريمينو عين حمراء، والالبينو عين حمراء، والفريخات ديال سبانجل دوبل فاكتور والسينجل فاكتور. اول فقس ديالهم كلهم طيور، كلهم الطيور اللي في هذه المزرعه. اول انتاج ديالهم ولله الحمد. راك عرفتوا، راك تبعتوا معايا المراحل، يعني المزرعه باقا جديده، يسر الله فيها ويسر الله في الفراخ. نسأل الله التوفيق فيما بقي وفيما آتي إن شاء الله الرحمن الرحيم. إلا كاين شي تعليق، لا كاين شي ملاحظة، كاين شي سؤال، مرحبا على الإخوان. تنشكر الجميع، تنشكر جميع الإخوان على الدعم ديالهم، التشجيع ديالهم، الملاحظات ديالهم، والأسئلة اللي تيطرحوا. ونتمنى من الله نكونوا عند حسن الظن، وتكون هذه القناة نافعة بيناتنا إن شاء الله، باش نتبادلوا الأشياء الجميلة اللي فيها المنفعة للطيور، فيها المنفعة للولاعة. ندوزو وقتنا حتى يديو الأمانة أمانة إن شاء الله الرحمن الرحيم، ونغادروا هذه الدنيا وحنا على خير وبخير الحمد لله على هذه وسيلة التواصل. خليكم مع الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم، وما تنساوناش من الدعاء. هانتوما الإخوان كما تشاهدوا معايا، هادو الزغاليل ديال الألبينو عين حمراء، عندها ما شاء الله 4 ديال الفراخ. نشوف كاين شي زغلول صغير، عندها 4 ديال، عندها 5 ديال الفراخ. هو زغلول اخر صغير، هما 5 ديال الفراخ. غنحاول نحجل هذا وهذا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وهادي وهادو هادو الفراخ، هادو الفراخ ديال الكريمينو. عندها هي 5 ديال الفراخ ان شاء الله الرحمن الرحيم. نحاول نحجل هادوك الجوج تا هما ولا ثلاثة ان شاء الله الرحمن الرحيم. غنحجلهم بلي باك ديال 23، هذه الأيام الأخيرة والجمعة الأخيرة من عام 2022. بسم الله الحمد لله، اللهم لك الحمد. تم تحجيل أول فرخ فادي من نوع ألبينو عين حمراء في هذه المزرعة. نشوفوا الأصل ديالو الأخ ديالو الثاني حتى هو إن شاء الله الرحمن الرحيم في التحجيل ديالو. هادوك الآخرين باقيين صغار، غنحجلوه كريمينو حتى هما إن شاء الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هاهي مرت في نجاح. شوفوا الأخ ديالو حتى هو مرت العملية بسلام، اللهم لك الحمد. شوفوا الثالث، هاهو ما شاء الله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الاخرين باقيين صغيرين غنخليهم، دابا نمشي نجيب لهم الرمل ديال القطط ونبدل لهم ان شاء الله هاد الاعشاب ديالهم، نقيهم لهم. هذا الرمل ديال القطط، ونحاول ان شاء الله الرحمن الرحيم
باش نغير لهم المصالح ولا شي. بسم الله بسم الله بسم الله، ها هو ضاع، ها هو يبان لكم مزيان ولا لا؟ هذا كما قلنا كريمينو عين حمراء وهذول الزينة ردوهم لوالديهم، ردو حتى هذو يا الله يا كريم. معذرة الإخوان، أمر ديناهم وهذا حتى هما مبغاش تسكت زغوت كتكتب فيهم ولا معرفتش دير. نتمناو الرؤية تكون واضحة، الله يسمح لينا منه والله، الله يسخر. واش طائر داخل بغى يخرج وما قدش مسكين، احنا نحاول نشوف واش مزيانين الثامن ولا باقي ولا البيضة خاسرة. على ما تيبان البيضة خاسرة، وكانت الأم كتهرس فيها، مات فيها الجنين مسكين، مات الجنين بدون ما يكمل النمو. البيضة ناشفة، كلبية تتكون فيها مبقاتش، هذا تيدل على أنها حاول يخرج وما خرجش مسكين في الوقت ديالو. هادو اللهم بارك الوليدات ديال سبانجل دوبل فاكتور و سبانجل سينجل فاكتور، عندها تبارك الله أربعة ديال الوليدات، هانتوما كتشوفوها واحد جوج ثلاثة أربعة، باقيين عندها جوج ديال البيضات، هادي مخصبة وهادي لا، هادي تتبان ليا غير مخصبة والله، ولكن هادي مخصبة. نسأل الله التوفيق، اللهم لك الحمد والشكر. يا الاخوان هذا الفيديو هذا تيتضمن انتم كما شفتوا تحجيل اول فراخ ديال الكريمينو عين حمراء والالبينو عين حمراء، صغار ديال السبانجل دوبل فاكتور سبانجل سينجل فاكتور. مهم للتذكير فقط، راك عرفتوا بان هذا هو اول انتاج في المزرعه الجديده ديال البارجي، الحمد لله لحد الان راه غادا تجربة ناجحه، نسال الله التوفيق ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما تنساوناش من الدعاء ديالكم والدعم ديالكم كما عودتونا. كان معكم اخوكم محمد من قناه طيور الكناري، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.